مستمعين جولتنا اليوم خلال زيارة للمواقع الخاصة بالتمركزات الأمنية والبوابات الإلكترونية داخل مدينة بنغازي، رأينا المشروع قائم والعمل قائم به على قدم وساق. هناك بعض التعطيلات وتم حالتها عن طريق الشركة وعن طريق المهندسين الخاصين، وكذلك حقيقة الأمر فيه من ضمن التعطيل الذي حدث أو مشكلة الأراضي التي تقع عليها هذه البوابات، ولكن ليس بغريب على أهالي مدينة بنغازي. الوعز الوطني الحقيقي من أجل أمان مدينة بنغازي تم فيه، هناك كثير من البوابات تم التنازل عن هذه الأرض لصالح لهذا المشروع، كونه الطوق الأمني الذي سوف يساعد كثيرا على الأمن، الحفاظ على الأمن داخل مدينة بنغازي. بدينا في تنفيذ البوابات خلال الفترة السابقة نتيجة بعد توقيع العقد مع الجهة المسؤولة بالخصوص، قمنا بأعمال التنفيذ وماشي الأمور الحمد لله في أحسن حال. المبنى هو مكون من مبنى إداري موجودة فيه الغرف الكنترول اللي خاصة بالبوابات، من سكانر، من كاميرات، من أجهزة أمنية بالكامل، مربوطة ببرجين اللي هو البرج اللي في خلف مقابلني واللي هو البرج هذاي، مربوطات بجزر اللي الغرض منها هو حماية مدخل بنغازي الشرقي والغربي على حدود بنغازي بالكامل.